ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحتكم حلوه. النهارده هعمل لكم وصفه حلوه قوي، والحقيقه انا محبتش ان شهر 10 يخلص ويعدي علينا كده من غير ما نعمل الوصفه دي. النهارده هنعمل البامكن سبايس سيرب. اول حاجه هستخدمها هو قرع العسل. جبت القرع ده من طلبات، اوكي، او البامكن يعني. وهنستخدم كمان معاه سكر بني. طبعا ما لقيتش سكر بني براند مصري. عايزه اقول لكم على حاجه، كل المنتجات اللي انا هستخدمها في الفيديو ده هتكون منتجات مصرية 100%، فانا ما لقيتش سكر مصري يعني، لقيت تانية براندات اجنبية، بس انا كنت حابة الفيديو ده يكون كله منتجات مصرية، فجبت النوع ده. هو اظرف طبعا هنقعد نفضيه مع بعض، اسمه ريتش ماكس، اوكي. وهنحتاج كمان في الوصفة دي زنجبيل، انا جبت بتاع اباوف، واللي يعرفني عارف ان انا بحب براند ابوف، بحب القهوه بتاعتهم جدا جدا جدا، وهم من احسن البراندات اللي بيعملوا قهوه في مصر. طبعا ما لقيتش قرنفل عند ابوف، فجبت من الضحى. هنجربه مع بعض نشوفه حلو ولا لا. وكمان جبت عندي في البيت قرفه هستخدمها مطحونه وقرفه حصى. هنعمل ميكس بين الاثنين دول عشان نقوي الفرق. هنحتاج كمان الوصفه دي المفروض يكون فيها جوز الطيب، بس انا ما حبيتش اضيفها في الوصفه بتاعتي عشان بعض الناس قالوا ان هي حرام يعني وكده، فما حبيتش ان انا اضيفها، فقلت ابعد عن الموضوع ده. والمفروض بعض الناس بتضيف فلفل اسود، بس انا ما تقبلتوش في الوصفه. لو حابين تضيفوا فلفل اسود براحة، كل واحد يعمل اللي يريحه. ايه تاني يا ربي؟ هناخد القرع ده 350 جرام، هاخده احط عليه شويه ميه صغيرين في الخلاط، هنضربه مع بعض وهرجع لكم تاني. عايزاه بس يكون بيوري، يكون تقيل عشان ينفع يتعمل في الوصفه، لان مش هعرف اعمله كده لان ده سيرب، اوكي. فهاخده افرمه في الخلاط وارجع لكم تاني. حله على النار هنحط فيها كوبايه من السكر البني. لو الكوبايه بتاعتكم صغيره زي الكوبايه بتاعتي، انا مستخدمه الميجر ده، فهحط كوبايه كمان لاني حسيته قليل، كميه قليله. وشويه ميه، طبعا حط كميه ميه قليله جدا، بس ده عشان انا عامله حساب ان انا حطيت ميه وانا بعمل الارض، فما حبيتش ان انا اكتر ميه هنا يعني. هنقلب كويس لغايه ما السكر يفر منها. دلوقتي هنحط القرع ده، القرع اللي انا ضربته في الخلاط هنحطه دلوقتي. بسم الله، حطيت الكمية كلها وهبتدي اقلب عشان ادوب السكر الكارميل تحت. هنسيبه بس يغلي شوية مع بعض وبعدين هنبتدي نضيف السبايس بتاعته. على بقى ما السكر والقرع ياخدوا يدوا كده مع بعض، حابة اقول لكم ان انا هبتدي اعمل وصفات اكسكلوسيف بس اليوتيوب عن السيرابس وانواعها، اللاتيه، لاتي ارت، ازاي نرسم على القهوة، حاجات كتيرة كده هنبتدي نعملها. وكمان هعمل لكم كل المشروبات اللي بتتباع في ستاربكس ممكن تقدروا تعملوها من البيت، وبمنتجات مش مقطعة يعني، عشان احنا طبعا كلنا مقطعين فما بنروحش المكان ده. فانا هعمل لكم كل الحاجات اللي هم بيبيعوها هناك باسعار اصلا مش طبيعية، هعملها لكم من البيت وما بتتكلفش اي حاجة خالص. كل المنتجات اللي عندكم في البيت، بس محتاجين يكون عندكم قهوة ولبن وسيرابس هنعملها في البيت، وهنبتدي بقى ايه نلعب مع بعض كده، اوكي. تعالوا بقى اوريكم ده شكل القرع بعد ما السكر ده اوكي ابتدى يتقل، وطبعا شلنا الحاجات اللي كانت على الوش دي، اوكي. طبعا هنسيبه يتقل اكتر من كده شوية كمان، بس دلوقتي ده الوقت اللي لازم نبتدي نحط فيه التوابل. اول حاجة هحطها القرفة، نزلوا القرفة ما تخافوش يعني، هي معلقة صغيرة اصلا هنحطها كلها. وهنحط كمان القرنفل، هنحط شوية كده كام عود قرنفل، اوكي. نبتدي ننزلهم هنا، نحط الجنزبيل دلوقتي
يعني شوية مش كتير، وهنبتدي بقى دلوقتي نرجع نقلب تاني علشان يدوب السبايس اللي احنا حاطينها دي. اهم حاجة وانتوا بتعملوا اي سيرب ان ايديكوا تفضل فيه، يعني ما مش تحطوه على نار وتمشوا، لان ده سكر بيتكرمل وحاجات عليه، فعشان ما تحصلش يعني اي كارثة وانتوا بتعملوا اي سيرب لازم ايديكم تكون فيه. اوكي، ولونه غمق كده علشان القرفة والسبايس اللي احنا ضفناها، بس كل ده دلوقتي هيظبط. ابتدي يغلي مع بعض تاني، حاجات دي تدوب. مش قادرة اوصف لكم الريحة من عندي عاملة ازاي، ريحة الجنزبيل مع القرفة. اصلا الجنزبيل مع القرفة لوحدهم دول حاجة بتدفي جدا، يعني بحسه مشروب شتوي جدا، جنزبيل بالقرفة، وكمان معاهم قرنفل مع القرع او البامبكن، فريحته تحفة كده. خلاص خد لون، هنصفيه كويس جدا بمصفى وفوقيها قماشة علشان التوابل ما تنزلش معاه في المصفى، وهرجع لكم تاني. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل مشروبات. انا خلصت السيرب زي ما قلت لكم وصفيته، وده شكله بعد ما اتصفى، حطيته في الازازة دي عشان يكون ظاهر عندكم كده. اوكي، هنعمل منه مشروبين، واحد ساقع وواحد سخن. احنا النهاردة هنعمل البامكن سبايس لاتيه بس، مش هنعمل مشروبات تانية دي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنزل لكم بيه مشروبات اكتر. هستخدم في السخن الارز مؤكة دي، والساقع هنعمله مع بعض. هنحتاج بس مضرب نسكافيه لو عندنا عشان نعمل فوم للبن. اوكي، فيلا هنبتدي دلوقتي نعمل اول مشروب الساقع. هنحتاج شوت اسبريسو او امريكان كوفي لو عندكم، وهنحتاج الكوباية اللي هنعمل فيها المشروب، هنحتاج لبن، سوري هنحتاج لبن، وطبعا السيرب اللي عملناه، نحتاج ويبنج كريم ومضرب نسكافيه. هنبتدي نحط السيرب، وبعد كده هنحط عليه التلج. دي كمية التلج اللي حطناها، يعني تقريبا تملي الكوباية تلج. بعد كده هنحط القهوة. انا هستخدم امريكان كوفي لان ده اللي جاهز عندي دلوقتي، وهننزل عليها باللبن. نجيب كوباية فاضية، ممكن لو حابين عشان تقووا الطعم تحط شوية سيرب في الكوباية اللي هتعملوا فيها الويبنج كريم، شوية صغيرين بس. وهنحطه على المشروب بتاعنا. فبقى عندنا الطبقات الحلوة دي. وبس كده، طبعا هو لابس ونازل لأصحابه، فأنا مقدرش يعني أفوت اللحظة وأسيبه ينزل كده بسعادة، محتاجين بس رأي حضرتك نبدأ زي ما كده. نحب المفهوم من فوق. وحش جدا. لا بجد قول رأيك. ايه؟ سلام. انا مش عارف.
بس يعني واضح ان هو عجبه لان هو داخل دلوقتي على نص الكوبايه يعني. لا بجد حلو. حلو ده، احلى ولا بتاع ستاربكس؟ هي نفس ال components دي نفس كل حاجة. بجد؟ لا برافو عليك، ايه الأحلى؟ برافو عليك يا جماعة، حلوة قوي. ليه ما بيقولش ان بتاعي أحلى طيب؟ يعني ما مش قادر برضه ان انا اوكي خلاص يعني فاهم، خلاص هبقى كده بصراحة يعني بطبل قوي، طب يعني مش عايز قط بقى، قط مش عايز على مش عايز اطبل. قط بقى على الكلام ده، هنمسحه في المونتاج. بس هو لا يعني استنى، لا بجد حلو برادو حلو. بس لو عارفة عارفة عاجبني فيه ايه كمان، سكره مظبوط قوي، كده حلو. حلو جدا. لا بجد يا جماعة حلو، جربوه. لا بجد حلو، يعني لو مش حلو والله هقول يعني خلاص مش كده اعتمدناه، تمام لا جامد، كده بقى تقدر تنزل. برافو. تاخدي معايا؟ اتفضل بتاعتك. The silhouettes burning, the embers rising high, like a chemical fire, the flame won't die. Intertwined, darling, you and I. Barely scratching the surface, this obsession of